يقول السائل: ما حكم فعل بعض العبادات لأجل منفعة دنيوية كأن يتصدق مثلا لأجل الشفاء؟ إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فالذي يريد الدنيا بعمل الآخرة تنطبق عليه هذه الآية: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم.